يقول: قال الله تعالى في سورة الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أهي السنة الهجرية أم الميلادية؟ قال بعدها: قل الله أعلم بما لبثوا. ظاهر الآية إن ما هو بهذا المدة اللي مكثوها، وإنما هذا قول الناس. الناس يقولون لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذا من قول الناس اللي تخرصون. أما الحق فإنه لا يعلمه إلا الله، ولهذا قال: قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، والله أعلم عن المدة التي لبثوها، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.